بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والله خلقكم ثم يتوفى، أريد الخلق ثم الوفاة. والله خلقكم ثم يتوفى، وخذوا هذه نصيحة، مش ابحثوا عن ثم الآيات القرآنية كلها وشوفوا وظائفها، ماش وظائف مقتصرة على التوالي ولا على الزماني ولا المكان، لا، ثم عند وقت تدرسوها يتضح لكم أن لا حرف ولا كلمة في القرآن ليس لها وزن ووظائف كاملة تامة بفضل الكامل سبحانه وتعالى. هل أقول لكم رجعوا وعيكم، ليس ركوا إبليس، واستغفروا ربكم لأنكم أسأتم طويلا في فهم الإله وفي الرجوع إلى القرآن العظيم. اتقوا يرحمكم الله وهو أرحم الراحمين.